السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2020، سوف نقول بدل أكتوبر، سوف نقول إن شاء الله بهذا الشهر أكتوبر، أكتوبر لأنه باللغة الألمانية اسمه أكتوبر. في عنا خمس مواضيع على السريع. سوف نتكلم على يوم الإجازة، يوم السبت هذا الأسبوع. سوف نتكلم على فضيحة جديدة للشرطة وللمخابرات في مجال العنصرية. سوف نتكلم على انخفاض الهجرة إلى ألمانيا. سوف نتكلم على غرامة كبيرة لشركة H&M لبيع الملابس أصدقائي وما كانت تعمل مع عمالها. وسوف نتكلم على الدول الجديدة التي دخلت في الدول التي تحذر ألمانيا السفر إليها. الخبر الأول ليوم السبت الثالث من أكتوبر 2020 هو إجازة رسمية في ألمانيا. الثالث من أكتوبر هو عيد الوحدة، عندما توحدت ألمانيا الغربية مع ألمانيا الشرقية وأصبحوا دولة واحدة. حصل هذا الأمر في الثالث من أكتوبر سنة 1990. إذا ألمانيا تحتفل ب 30 سنة للوحدة أصدقائي. الثالث من أكتوبر ستكون فيه المحلات مغلقة، لأنه يوم السبت ستكون أصلا الإدارات مغلقة، لأنه يصادف هذه السنة يوم السبت. إذا المحلات سوف تكون مغلقة، السوبر ماركت سوف يكون مغلق، وأيضا المحلات التجارية والمولات مغلقة. إذا عندكم أمور ترغبون بشرائها، خبز، حليب، أكل للأطفال، أكل لكم، ماء، ملابس إلى آخره، حاولوا شرائها إما هذا اليوم الخميس أو تشتروها يوم الجمعة. إذا يوم السبت عيد في ألمانيا، عيد وطني، كل شيء مغلق يوم السبت، جميع المحلات مغلقة أصدقائي. انشروا الفيديو وأخبروا الأصدقاء بهذا الأمر. الآن سوف نمر إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية. صراحة صدمة جديدة، التلفزيون الألماني قام بفضح مجموعة من الشرطة العنصريين يعملون في مدينة برلين. 25 شرطيا عنصريا في برلين، عندهم مجموعة في هواتفهم، عاملين مجموعة شات، وفي تلك المجموعة الشات كانوا يعتمدون عليها ويكتبون فيها منذ 3 سنوات. أخيرا تم فضح تلك المجموعة من عند التلفزيون الألماني. في تلك المجموعة يتكلمون فيها بكلام عنصري وكلام جد سيء على الأجانب وعلى المهاجرين، ويتكلمون كيف سوف يعتدون على المهاجرين وعلى الأجانب وكيف سوف يمارسون العنف والشر عليهم. فضحتهم الآن الصحافة الألمانية بتقرير سري، وتم الآن تتم الآن متابعتهم في مدينة برلين. أيضا أصدقائي، مقاطعة شمال الراين فيستفالن مجددا صراحة فضيحة جديدة، هذه المرة بالمخابرات. قبل أسبوعين كانت هناك فضيحة ل 30 شرطيا يعملون بالمقاطعة، وتم توقيفهم وتسريحهم عن العمل، لأنهم أيضا كانوا ينشرون شرورهم كيف سوف يقومون بتعذيب اللاجئين، وكم يكرهون اللاجئين، وكم يكرهون الأجانب، وكم يكرهون الديمقراطية إلى آخره. تم فضحهم وتم توقيفهم. هذا اليوم فضيحة جديدة، اتهام 3 من موظفي المخابرات بالمقاطعة. هناك جهاز المخابرات الداخلية أيضا لكل مقاطعة، وجهاز المخابرات الداخلية لمقاطعة شمال الراين فيستفالن الآن وجدوا فيه 3 من موظفيه هم أيضا عنصريين، وعملهم في المخابرات مراقبة العنصريين. يعني هو عملهم مراقبة العنصريين، وهم كانوا فقط يحمون العنصريين من المراقبة، لأنه لم يكونوا يراقبونهم لأنهم هم بنفسهم عنصريين. تم توقيفهم الآن ومتابعتهم. أيضا تمت اليوم مداهمة للشرطة في مدينة بيليفيلد التي توجد أيضا بمقاطعة شمال الراين فيستفالن، نورد راين فيستفالن، لأن أحد عناصر الشرطة كان ينشر كثيرا من الكراهية بهذه المجموعة التي تم توقيفها أيضا بالمقاطعة قبل
أسبوعين أصدقائي، وزير الداخلية الألماني للحكومة الاتحادية السيد زيهوفر في موقف حرج، لأنه كان دائما يرفض أن يعمل دراسة حول العنصرية في ألمانيا. هذا اليوم تجنب أيضا الكلام على هذه الفضائح، فضيحة شرطة برلين وفضيحة الشرطة في شمال الراين فيستفالن أو المخابرات لم يتكلم عنها، والآن بدأت عليه ضغوط كبيرة أصدقائي، لأنه لا يستطيع أن يتهرب من هذا الأمر دائما. عليه الآن ضغوط، سوف نرى كيف سوف يتعامل مع هذا الموقف الحرج أصدقائي. الآن أجهزة ألمانيا تحاول الآن تنظيف أجهزة الدولة الأمنية، أجهزة الشرطة، الجيش، المخابرات، الإدارات، تنظيفهم من العنصريين أصدقائي، وهذا عمل جيد لألمانيا في دولة الحق ودولة القانون، صراحة أمر رائع أصدقائي. الآن سوف نمر إلى موضوع آخر يخص الهجرة. نقلت الصحافة الألمانية بأنه بسبب كورونا انخفضت الهجرة في ألمانيا، وفي الستة أشهر الأولى لهذه السنة دخل إلى ألمانيا فقط 529 ألف شخص، وخرج من ألمانيا 455 ألف شخص. بذلك لأول مرة ينقص عدد الداخلين إلى ألمانيا والمغادرين إلى ألمانيا بسبب كورونا، لأن المطارات توقفت وكل شيء توقف. أغلب الأشخاص الذين دخلوا إلى ألمانيا الهجرة جاءوا من الاتحاد الأوروبي، المركز الثاني من آسيا، المركز الثالث من أمريكا، والذين غادروا ألمانيا ذهبوا إلى أوروبا أو ذهبوا إلى آسيا أو إلى أمريكا. السبب هو أن الاتحاد الأوروبي التنقل فيه ما زال مسموحا ومتاحا، على عكس الخروج إلى آسيا. إذا الهجرة نقصت بشكل كبير أصدقائي هذه السنة. أيضا الأشخاص داخل ألمانيا، الحركة داخل ألمانيا نقصت بشكل كبير، حتى الأشخاص الذين انتقلوا من بيت في مقاطعة وغادروا تلك المقاطعة واتجهوا إلى مقاطعة أخرى نقص بشكل كبير. فقط 435 ألف شخص هم من غادروا من مقاطعة إلى مقاطعة بسبب الدراسة، بسبب العمل، بسبب الأوس بيلدونغ أو بسبب الزواج. يعني هناك نقص حاد هذه السنة حتى في التنقل بين المقاطعات، وأن شخص يترك هذا البيت ويذهب إلى هذا البيت في مقاطعة أخرى، كله بسبب كورونا هذه السنة. يعني حتى ألمانيا لاحظوا بأن هذه الأمور نقصت. الآن سوف نمر إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية حول الشركة السويدية العالمية ها اند ام، بالألمانية اسمها ها اند ام، بالإنجليزية اتش اند ام. المهم شركة ها اند ام أصدقائي الآن فرضت عليها غرامة 35 مليون يورو أن تدفعها هنا في ألمانيا، لأن هذه الشركة كانت تتجسس على الناس التي كانوا يعملون فيها. الموظفون هناك، الشركة كانت تعمل، أو بعض الموظفون كانوا يعملون تجسس، يعني يكلفون أحد الموظفين بسؤال باقي العمال وباقي الموظفين ويجمعون بيانات عنهم، أو حتى مثلا الفيوغونغسكرافت يعني المسؤول على محل يجمع بيانات ويسجلها، وكانوا يسجلون مثلا بيانات لا تهم الشركة، الديانة كانوا يكتبون هذا ديانته مثلا مسلم، هذا مثلا يهودي، هذا مثلا إيزيدي، هذا مثلا مسيحي، هذا مثلا ليس عنده دين، هذا مثلا كذا كذا، يعني كانوا يكتبون هذه الأمور، يعني ما دخلهم في الديانة، الديانة ممنوع أن ليس لهم دخل فيها، لكن كانوا يجمعون هذه البيانات التي بطبيعة الحال تسبب مشاكل للموظفين فيما بعد، إذا شخص مثلا ضد ديانة معينة. كانوا يسجلون ما هي الأمراض التي عند الشخص، كانوا يسجلون أيضا ما هي المشاكل العائلية، مثلا هذا تفرق مع زوجته، هذا عنده 3 أبناء وابنه رسب في المدرسة، هذه مثلا عندها اتطلقت، هذه تزوجت، هذه يعني بيانات ليس للشركة علاقة بها، ولا يجب على الشركة أن تجمع هذه البيانات، لأنه ضد حماية قانون حماية الشخصية داتن شوتس أصدقائي. لذلك حكمت عليهم المحكمة عندما تم فضحهم، حكمت عليهم المحكمة الآن بدفع غرامة 35 مليون يورو، والآن يحق للشركة العمل طعن ضد هذا الحكم في ظرف أسبوعين.
شركة ها اند ام اعتذرت عن الامر. سوف احكي لكم قصة ايضا خاصة باصدقائي. هو انه عندما كنت ادرس بالجامعة كنت ايضا اعمل مجموعة من الاعمال، اشتغلت في مجموعة كبيرة من الاعمال، وايضا كنت اعمل ايضا بشركة ها اند ام، وللاسف ليست فقط وكانت شركة ها اند ام كثير من الموظفين تحسهم بانهم جواسيس، لانه يتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا. وايضا كان هناك بعض الموظفين دائما يحاولون ان يسالوك بعض الاسئله، يعني يظهرون لك انتغس بانه عندهم اهتمام عليك وهيك، ويبداون يسالون بعض الاسئله. فالواحد فيما بعد الآن جاءتني أفكار، أنا أيضا كانوا يسألونني هذه الأسئلة. لكن هذا الأمر لم يحصل معي فقط في شركة ها أند إم، أيضا حصل معي في شركات أخرى كنت أعمل فيها، وكنت دائما أحس بأنه دائما تجد موظفا أو موظفة دائما عندهم علاقة مع المدير، دائما يأتون ويسألونكم بعض الأسئلة الخاصة. فوهير كومستو، من أين أتيت؟ كم عندك سنة هنا؟ أنت تدرس بالجامعة؟ أنت تشتغل؟ أنت كذا؟ ما هي ظروفك العائلية؟ ويحاولون يعني كأنه يطلعون من الشخص أسرار إلى آخره. لذلك كونوا دائما حذرين إذا كنتم تعملون وأحسستم بأنه هذا تجسس أو شيء خاص، لا تعطوا أمورا كثيرة عليكم، لأنه لا تعرفون هل هذا الشخص هو فعلا مهتم لقصتكم، أم أنه هذا الشخص فقط يهمه فقط أخذ بيانات عنكم وإخبار المدير واستعمال تلك البيانات واستعمال تلك الأمور عندما يرغبون بطرد الشخص والتخلص منه من العمل. يعني صراحة الواحد الآن لما يجلس يبدأ يفكر بالماضي. الآن سوف نمر إلى آخر موضوع أصدقائي، عن التحذير من السفر. أعلنت ألمانيا زيادة الدول التي تحذر من السفر إليها داخل الاتحاد الأوروبي. من بين المناطق التي أصبحت الآن تحذر ألمانيا السفر إليها، هناك دولة بلجيكا، يعني الآن من يذهب إلى بلجيكا يجب عليه الدخول إلى حجر صحي أو عمل فحص لكورونا. أيضا بعض المناطق في فرنسا، يعني تقريبا جزء كبير من فرنسا، الآن من ذهب إلى فرنسا ويرجع يجب عليه أيضا عمل حجر صحي وفحص بأنه ليست عنده كورونا. هولندا أيضا أصدقائي، أيضا بريطانيا، أجزاء من بريطانيا خصوصا دولة ويلز ودولة شمال إيرلندا، أيضا دولة إيرلندا، منطقة هناك مناطق في إيرلندا، إيسلندا، ليتوانيا، سلوفينيا، أونغان، رومينيا، يعني رومانيا والمجر، دول كثيرة دخلت الآن في منظومة التحذير من السفر، إضافة إلى دول شمال إفريقيا، الشرق الأوسط، أمريكا، آسيا. يعني كل من يأتي من هذه الدول يجب عليه أن يعمل يدخل في حجر صحي وأن يعمل فحص بأنه ليست عنده كورونا. من يرفض هذا الأمر يمكن أن يتعرض إلى غرامة مالية. الدول الأوروبية التي لا تحتاج حاليا إلى فحص كورونا ولا تعد من الدول الغير آمنة هي إيطاليا. يعني من سافر منكم الآن إلى إيطاليا ورجع لا يحتاج أن يعمل شيئا. اليونان، مالطا، وقبرص، هذه الأربع دول يعني ليست في لائحة التحذير من السفر. باقي الدول، وتوجد هناك لائحة دائما أنشرها لكم، باقي الدول أغلبها تقريبا كلها داخل في التحذير من السفر أو مناطق فيها. التحذير من السفر لا يعني المنع من السفر، يمكنكم أن تسافروا إذا سافرتم فقط وإذا دخلتم حجر صحي أو فحص لكورونا. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.